مشاهدي قناة أومني نيوز، أقف هنا من أمام مكتب وزير الهجرة الكندي مارك ميلر في مدينة مونتريال، حيث تقيم الفلسطينية سمر الخدور احتجاجا على أداء وزارة الهجرة فيما يتعلق بملف الفلسطينيين وبرنامج الإقامة المؤقت الكندي الذي يمنح تأشيرة مؤقتة للفلسطينيين من قطاع غزة للقدوم إلى هنا ممن لديهم صلات قرابة في كندا، والذي لم ينجح إلى حد اللحظة باستقدام أي لاجئ من غزة. وسمر هي أم فلسطينية خسرت ابنتها جنى التي توفت في غزة قبل قدومها للالتحاق بالعائلة في كندا. نستمع إلى رسالة سمر. مش شايفة أي حركة أو أي تغيير عم تصير على أرض الواقع فيما يتعلق بالبرنامج اللي أعلنت عنه كندا للمهاجرين أو للفلسطينيين من غزة، وبالذات ملف أختي، وبالذات أكثر بعد ما بنتي توفت بغزة. كل هاي الأمور مش عم ياخدوها بعين الاعتبار، كل اللي عم بيصير بغزة، القتل، الإبادة، المعاناة اللي عم تصير هناك، ما حدا ملتفت لإلها وما حدا عم يغير شيء. وبالأخير السياسيين بيعملوا الاجتماعات تبعتهم، عم يروحوا وعم ييجوا زيارات وما بعرف شو، بس على أرض الواقع الناس عم تموت، والوقت بغزة ثمنه دم. فحسيت إنه لازم أوكي أعمل إشي يكون ممكن إله دور في يشكل ضغط أكتر على الحكومة لحتى ياخدوا الدور اللي لازم ياخدوا تجاه الفلسطينيين ويساعدوهم. الدرجة الأولى أول شيء وقف إطلاق النار، يكون في ضغط على الحكومة على بكندا هون ليشكل ضغط على إسرائيل إنه يوقفوا إطلاق النار. المطلب الثاني إنه يتم تسريع برنامج أهل غزة ويتم توسيعه ليشمل عدد أكبر من الفلسطينيين، لأنه بنعرف إنه كان بس فقط لألف شخص. تسريعه وتوسيعه بالذات البرنامج إجا كتير متأخر، إجا بشهر واحد، إحنا حاليا بشهر ثلاثة، قريب آخر شهر ثلاثة. حتى الناس اللي قدموا بعد فتح البرنامج ما في أي فلسطيني واحد دخل على كندا تحت هذا البرنامج. الشغلة أخيرة ممكن حابة أحكيها إنه ميلر قبل كم أسبوع هو صرح إنه البرنامج اللي هو نفسه أعلنه بشهر يناير للفلسطينيين عبارة عن فشل كبير وإنه ما إله لزوم. فالسؤال اللي بسأله هون لميلر شخصياً إنه أنت كوزير الهجرة شو عم تعمل لحتى تصلح هذا الفشل؟ هل في شيء عم ينعمل لأنه فعلا يتم تعديل البرنامج؟ وكما ذكرت لنا سمر مشاهدينا بأنها تنوي الاستمرار في هذا الاحتجاج من أمام مكتب وزير الهجرة الكندي مارك ميلر في مونتريال حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة. من مونتريال كانت معكم فرح مصطفى لأومني نيوز.